سيد الكاظمي قال أنه خلال هذا الشهر سيأتي ليضع حجر الأساس لمطار الموصل. وفي أي سياق أو إطار نضع زيارة الكاظمي للموصل وهي تتزامن مع الذكرى 5 لتحرير الموصل؟ يعني ومع أنه يعني أحد نواب الموصل وهو نايف الشمري انتقد هذه الزيارة وقال أنها بروتوكولية احتفالية مجرد لتبادل السلام وكذلك أخذ الصور، هل هذا صحيح؟ نعم، أنا أشاطر رأي ما ذهب إليه السيد نايف الشمري. بصراحة اليوم هذه الزيارة طابع بروتوكولي إعلامي أكثر ما هو ترجمة لمعاناة أهالي نينوى، خصوصا في الأمور القضايا اللي يتعلق بالحكومة الاتحادية، الحكومة المركزية. يعني اليوم مسألة المماطلة لا زالت موجودة في موضوع مطار الموصل، يعني مضى كل هذه الفترة بعد التحرير، مع العلم البنى التحتية موجودة في مطار الموصل، يحتاج فقط المدرج وبعض الأمور الأخرى، لكن للأسف لا يوجد أي تحرك بعد التحرير ولحد الآن. ليس فقط هذا الأمر، بينما أيضا مواضيع أخرى. يعني لهذا اليوم بصراحة يعني التقييم الحقيقي لأهل نينوى لهذه الزيارة بأنها لم تؤتي بأي ثمار لأهالي نينوى، خصوصا في مسألة المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية، واللي حقيقة من خلاله المفروض ينطلق إلى الأمور الأخرى. طيب سيد قصي، المبادرات التي حصلت أيضا سواء من صندوق أعمار المناطق أو حتى الإدارة المحلية أو الحكومة الاتحادية، هل تعتقد بأنه هذه المبادرات كانت بالمستوى المطلوب أم أنها لم ترتقي لحجم الضرر الحاصل في الموصل؟ لا حقيقة، يعني إحنا إذا يعني نضع تقييم حقيقي لصندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، يعني تعاملت بازدواجية بصراحة مع المحافظات، خصوصا مع نينوى، يعني حصل غبن غير طبيعي اليوم. يعني هناك تمييز فيما يتعلق بالمبادرات المقدمة سيد قصي؟ هو مسألة المبالغ المرصودة لمسألة إعادة الإعمار من قبل صندوق إعادة الإعمار، لم تكن حقيقة هذا الصندوق لم يكونوا منصفين بالتعامل مع حجم الدمار اللي حصل في نينوى مقارنة مع المحافظات الأخرى، وأيضا المبالغ المرصودة لا تصل إلى نسب متدنية بصراحة مقارنة مع المحافظات الأخرى.